اتفضل يا استاذ كمال، دي كل الاوراق اللي حضرتك طلبتها. لو في اي حاجه بتعملي هنا ايه؟ اتفضلي ارجعي على مكتبك. انت ازاي تدخلي كده؟ سوري يا استاذ كمال، ترتيبات داخليه وهتتحل حالا. في ايميل اتبعت دلوقتي بيقول ان انت لازم ترجعي مكتبك وانا استلم مكتبي. اتبعت من المديره. اتاكدي. ايه الكلام الفارغ ده؟ الشغل كله مشاكل بقى، معلش. مفهوم. المحامي بتاعك مأكد عليك ما تتكلمش معايا ولا تتواصل معايا خالص. أستاذ إبراهيم عبد اللطيف محامي ممتاز، بيخاف عليك وعلى مصلحتك جدا. اتعاملت معاه لما كان بيجي هنا عشان يساوي معاملات مالية مع طليقتك أم ولادك اللي رفع عليك قضية نفقة في محكمة الأسرة. قوم يعمل إيه؟ يقدم مستندات بنكية تثبت إن أرصدتك عندنا أقل بكتير من الأرقام الحقيقية واللي بتتقال في الميديا. ما اسمحلكيش. جيت لك لحد عندك وقلت لك نتكلم وأنت اللي رفضت. أديك دلوقتي جيت لي لحد عندي وفي مكتبي. لا أنت اتجننتي خالص. أنا كلامي مع إدارة البنك. ثانية واحدة، أنا لسه ما خلصتش كلام. محدش هيرضى يورط نفسه في قضية زي دي. لو لا قدر الله وصلت للرأي العام تبقى فضيحة. مين اللي هيقف في معركة ضد أطفال صغيرين مالهمش أي ذنب؟ هيخسر. انت مين اللي اداكي الحق تتدخلي في امور الشخصيه؟ انت عارفه مين عمل ايه ولا مين صح ولا مين غلط؟ انت كنت عايشه معانا؟ ما يخصنيش خالص. انا كل اللي يهمني اسمي وسمعتي وبس. في حد اداني مقص حراميه يا استاذ كمال، وانا مش هينفع اقف اتفرج على كل اللي بنيته في عمري بيتهد قصاد عيني. فلوسك مش انا اللي سرقتها، لكن لو عرفت انك متورط في اللي بيحصل لي ده هشدك معايا وبالقانون والمستندات. وما اظنش انك في مرحله من النجوميه تسمح ابدا بانك تتلوث قدام معجبينك. المطلوب تتنازل عن بلاغ النيابه والشكوى اللي قدمتها ضدي هنا في البنك، وقصاد كده اوعدك ان كشوفات حساباتك الحقيقيه عمرها ما توصل ابدا لايد طليقتك. وانا من ناحيتي مش هرتاح ولا يهدالي بال الا لما اعرف مين اللي سرق فلوسك وارجعهم لك في حجرك. حلو كده ولا مش حلو؟